ما هي كيفية ما هو كيفية التفقه في الدين؟ وهل يكفي قراءة المؤلفات واستماع الإذاعات الدينية أو لابد من الالتحاق بالمعاهد؟ أجيبونا جزاكم الله خير. التفقه في الدين يكون بأنواع وأسباب وطرق. التفقه في الدين والتفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك وما أباح لك، فتكون على بصيرة في دينك من كتاب الله وسنة رسوله، سواء كان في بيتك على شيخ من الشيوخ العارفين أو في بيته هو شيخ أو في المسجد أو في مدرسة أو في جبل أو تحت شجرة في أي مكان. التفقه في دين الله المقصود به هو التفقه في الكتاب والسنة في أي مكان وعلى أي حال، لما عرف الحق ومن هو من العلم والدين والإيمان.